قولوا لي بقى علاقتكم بسيليكون فالي بانك. اولا يعني اعتقد انتوا الاثنين كنتوا حاطين فلوس وقدرتوا تسحبوها في وقت مناسب. مظبوط. عمر اشرح لي عملتوا ايه في سيليكون لا، فالي. احنا سيليكون فالي كان واحد من البنوك اللي بتسهل لنا ان احنا نقدر نفتح حسابات فيها بسهوله، وهم كان عامه بيدوا تسهيلات كتيره للستارت ابس، ما بين كريدتس في ثلاث ارباع الحاجات التكنولوجي بنشارك فيها، ما بين قروض والحاجات دي كلها. فاحنا كان عندنا حساب في سيليكون فالي بس، ولما جه حصل السبورت اللي جه من الفيد ساعه لما حصل المشكله بتاعت سيليكون فالي، عرفنا على طول بعديها عادي جدا ان احنا يبقى عندنا، نعرف ناكسس الفلوس اللي كانت موجوده عندنا. فالموضوع اي نعم الموضوع كان كبير، بس احنا عرفنا ان شورت تايم ان احنا نعرف ازاي يعني نعرف نحول فلوسنا من البنك يعني. حاتم كان ايه الوضع بتاعكم؟ برضو كانت يعني بعض الساعات العصيبه يعني الحقيقه، بس كان يهمنا الاول ان احنا نفهم الوضع ايه، يعني نقيم الوضع، نفهم، اتكلمنا مع مجلس الاداره بتاعنا. انتوا كنتوا مودعين هناك ولا مقترضين؟ لا، مودعين فقط، وكنا بنحط جزء يعني من الاموال اللي احنا بنحصل عليها من المستثمرين، مش كلها يعني. عندنا برضو حساباتنا في مصر موجوده، ودي بنستخدمها لتمويل الاوبريشن بتاعتنا في مصر. الحقيقه لما حصلت الازمه قيمنا الوضع واتكلمنا مع المستثمرين بتوعنا ومجلس الاداره بتوعنا، وقرينا برضو الوضع عامل ازاي. والحقيقه يعني احنا وجهه نظرنا منذ البدايه كانت انه الازمه بتاعت سيليكون فالي بانك مختلفه تماما عن الازمه الماليه بتاعت 2008، مختلفه تماما، وان كانت مشتركه في عامل اللي هو تاثير سعر الفايده على القوائم الماليه للبنوك. ودي كانت مشكله خاصه بسيليكون فالي بانك، انه كان في عدم توازن بين اصوله وخصومه، ادت ارتفاع او الوتيره المتسارعه لارتفاع سعر الفايده، انه حصل مشكله او ازمه ثقه ومشكله ليكويديتي او مشكله سيوله في البنك، ادت الى ما يسمى بالبنك ران او فقدان الثقه في البنك. فاحنا وصلنا للكونكلوجن بتاعنا انه من الاكثر يعني او حرصا على اموال الشركه ان احنا تم تحويل كل الاموال بتاعتنا من سيليكون فالي بانك الى مصر، وبالتالي يعني ليس لدينا اي تعرض على الموضوع يعني. بس زي ما عمر قال، البنك كان بيوفر لنا وسيله سهله وسريعه لفتح حساب وتلقي اموال المستثمرين وزياده راس مال الشركه، ودي هي حاجه بتواجه كثير من الشركات الناشئه، انها اكشلي تفتح حساب بس بنكي، دي خطوه في حد ذاتها مش سهله، فسيليكون فالي بانك بيوفرها لينا يعني. ايمن، انتوا ما كانش عندكم فلوس في سيليكون فالي بانك، ولكن هل مثلا عندكم حسابات بره، المصارف بره بتسهل حركه الاموال بشكل اكبر؟ احنا حصل تواصل بيننا وبين سيليكون فالي بانك في فترات الفتره اللي فاتت، لان هو تركيزه كله كان على قطاع الشركات الناشئه، وكان بيبص على الريجن بتاع او المنطقه بتاعه الشرق الاوسط وافريقيا عموما، ولكن احنا ما وصلناش معاه لاتفاق. يعني هم بيكلموكوا يعني، هم اللي بيتواصلوا مع الشركات. زي اي بنك بيقول لك افتح حساب عندي، انا بقدم تسهيلات للشركات الناشئه وغيره، وبيجوا مصر اكشلي يعني كذا مره، بيعملوا ايفنتس في مصر وبيجوا بيقابلوا الناس وبيقابلوا الفي سيز وبيقابلوا الستارت ابس المتواجدين في المنطقه عامه في مصر وفي الشرق الاوسط كتير يعني. هو بنك يعني الترتيب بتاعه البنك نمره 20 في امريكا، هو بنك كبير، ولكن المشكلة اللي حاتم حكى عليها بالتسلسل بتاعها هي اللي كانت سريعة جدا. فإحنا بنتعامل مع بنوك أخرى خارج مصر، إحنا التأسيس بتاعنا بيبقى عموما في بلاد أسهل شوية في تأسيس الشركات وتلقي الأموال من المستثمرين، لأن معظم أموال المستثمرين بتبقى من صناديق خارجية، بتبقى معظمها صناديق أوروبية وأمريكية، هي اللي بتستثمر بشكل كبير في المنطقة عندنا، فبيبقى الأسهل بالنسبة لهم إن هم يتعاملوا مع حد من المنطقة عنده. فتعاملنا مع بنوك بره، ولكن بيبقى دايما المكان بتاع الاوبريشنز او مكان العمليات بتاع الشركه هو اللي بيتلقى الاموال دي من البنوك الخارجيه. ففي الاخر الصرف او الجزء بتاع دخول العمله الصعبه لمصر بيحصل عن طريق البنك الخارجي ويوصل للبنك المصري عشان نقدر ندفع منه المصاريف بتاعتنا.